10 من اون لايف، اهلا بكم. اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم. بدايتنا مع الشان المحلي. يشهد اليوم رئيس الوزراء شريف اسماعيل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاسكان واحدى شركات التعمير الكبرى بشأن مشروع تطوير 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر. كان رئيس الوزراء قد التقى أمس وزير الري لمتابعة مشروع تطوير المجاري المائية. تم خلال اللقاء استعراض عدد من المقترحات والدراسات المتعلقة بتعظيم الاستفادة من منافع الري والمجاري المائية والعمل على تحويل التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع إلى فرص استثمارية وفق إطار بيئي واقتصادي يسهم في تحسين مستوى توزيع المياه عبر القنوات وزيادة كفاءتها وقدرتها لخدمة جميع الأراضي الزراعية. افتتح وزير الخارجية سامح شكري قبل قليل فعاليات المؤتمر السنوي 23 للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام بمشاركة 300 مسؤول دولي رفيع المستوى وممثل المنظمات الدولية والإقليمية. ويعتبر هذا المؤتمر أكبر تجمع دولي سنوي لمراكز التدريب العاملة في مجال حفظ السلام، وتعد هي المرة الأولى التي يتم تنظيمه في إحدى دول الشرق الأوسط والمرة الأولى منذ عام 2008 لانعقاده في إحدى الدول الأفريقية. وخلال كلمته أكد سامح شكري أن المؤتمر يتعامل مع أفضل توصيات حفظ السلام ويعمل على تطبيقها، وأكد أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة حاليا في مجلس الأمن وتعمل على قضايا الأمن والسلم. كما يعقد اليوم وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الياباني تارو كونو الذي يزور القاهرة حاليا. ومن المنتظر أن تتناول المباحثات سبل دعم العلاقات بين القاهرة وطوكيو والتنسيق بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب. من ناحية أخرى، يلتقي وزير الخارجية اليوم مع بيير كريمبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والذي يزور القاهرة. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان التعاون بين مصر والمنظمة والجهود التي تقوم بها الوكالة الأممية، إضافة إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول الأخرى المقيمين لديها. بناء على القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى المعروفة بالأونروا، ولتتقدم حاليا المساعدة والحماية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مخيمات الأردن ولبنان وسوريا، فضلا عن بعض القرى والمدن بالأراضي الفلسطينية المحتلة. 68 عاما مرت وهي تحاول أن تمد يدها بالمساعدة، أن تنتشلهم من براثن الموت والفقر والجوع بعد أن شردوا من ديارهم واغتصب المحتل أرضهم. إنها قصة منظمة الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين التي تحاول أن ترسم لهم مستقبلا يقيهم بؤس الواقع الذي يحيونه. الأونروا وهي اختصار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئ فلسطين في الشرق الأدنى، والتي تعمل على المساعدة والحماية لحوالي 5 ملايين لاجئ من فلسطين يتوزعون في 58 مخيما بالأردن ولبنان وسوريا، فضلا عن عدد من المدن والقرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. الوكالة الأممية يتم تمويل برامجها بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابات الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح. تم تأسيس الأونروا في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948، وذلك بموجب قرار من الأمم المتحدة صدر في عام 1949
بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا التي تعد فريدة من حيث التزامها طويل الأجل لمجموعة واحدة من اللاجئين، حيث ساهمت في مساعدة 4 أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية. ما يقرب من 7 عقود من الزمن، كانت الأونروا شاهدة على الكثير من التاريخ الفلسطيني منذ أن اقتلع مواطنيها من جذورهم وخرجوا من منازلهم، مرورا بكل الأحداث التي لم تحمل يوما آمالا جديدة لهم بالعودة إلى ديارهم، إلا أنها بقيت صامدة تساعد شعبا شرده المحتل الإسرائيلي. تعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني بمشاركة وزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظرائه العرب، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. يتم خلال الاجتماع التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجال السياسي. كما تتطرق المشاورات إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتعليم وتنمية الموارد البشرية. يأتي الاجتماع تنفيذا للمذكرة الموقعة بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية اليابانية في سبتمبر من عام 2013، والتي نصت على إقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين العربي والياباني على مستوى وزراء الخارجية. يفتتح اليوم الدكتور عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان مستشفى أبو المنجا المركزي بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد الانتهاء من تطويره بتكلفة تقديرية نحو 50 مليون جنيه. تشمل جولة الوزير افتتاح المستشفى وتفقد أعمال المستشفى التعليمي ومستشفى التأمين الصحي ببنها. تتواصل فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2017 الذي يستمر حتى 20 سبتمبر الجاري بمجمع ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة العسكرية الشمالية. وتتضمن فعاليات المناورة هذا العام تنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لعناصر مشتركة من المشاة الميكانيكية والمدرعات المصرية والأمريكية، مصحوبة بأنشطة جوية وبحرية تجريها عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية. كما يعقد على هامش التدريب ندوة بحثية يتم خلالها تبادل الرؤى فيما يتعلق بالموضوعات الاستراتيجية المطروحة على الساحة الدولية والجهود المبذولة في ضوء الاستراتيجية المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الروسية فعاليات التدريب المشترك حماة الصداقة 2، والذي تستضيفه روسيا خلال المدة من 9 إلى 22 سبتمبر الجاري. وصلت إلى مدينة نوفورسيسك الروسية عناصر من وحدات المظلات المصرية لمشاركة قوات الإنزال الجوي الروسية فعاليات التدريب المشترك حماة الصداقة 2، والذي تستضيفه جمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 9 وحتى 22 سبتمبر الجاري. بدأت الفعاليات باصطفاف عناصر رمزية من القوات المشاركة من الجانبين ورفع العلمين المصري والروسي، ثم عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين. وقد نفذ التدريب حماة الصداقة للمرة الأولى في مصر في أكتوبر 2016، ويعد واحدا من أقوى التدريبات المشتركة لوحدات المظلات بما يمثله من بيئة خصبة لتبادل الخبرات التدريبية المختلفة. يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة على نحو يدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. تسير اليوم شركة مصر للطيران 24 رحلة جوية من الأراضي المقدسة لعودة 5784 حاجا إلى البلاد عقب أداء مناسك الحج. ومن المقرر أن تسير الشركة 11 رحلة من مطار جدة الدولي، إضافة إلى تسييرها 13 رحلة من مطار المدينة المنورة. يذكر أن مصر للطيران تنتهي من موسم عودة الحجاج في 25 سبتمبر الجاري.
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة حج من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 82 حالة. وأوضح الدكتور محمد شوقي نائب رئيس بعثة الحج الطبية أن المتوفية تبلغ من العمر 85 عاما، تتبع حج القرعة من محافظة أسوان، توفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، لافتا إلى أنه يتم تنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة. شاهدين هذه النشرة متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. أنباء عن هروب عناصر لداعش من الحويجة قبيل انطلاق معركة تحريرها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. أهلا بحضراتكم إلى العراق الآن. أفادت مصادر أمنية بهروب عدد من قادة وعناصر تنظيم داعش الإرهابي من قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك قبل أيام من انطلاق معركة تحريرها. وأوضحت المصادر أن من بقي من أفراد التنظيم دخلوا في حالة استنفار حال اندلاع المواجهات. يأتي هذا في وقت صرح فيه مصدر من قوات البشمركة أن قوات أمريكية تمركزت على الحدود بين نينوى وكركوك للمساهمة في إسناد القوات العراقية في المعركة، مؤكدا أن أكثر من 15 آلية أمريكية استخدمت إلى ناحية الفراج جنوب شرقي الموصل وتمركزت فيها لإسناد القوات العراقية في معركتها لاستعادة القضاء. هاتفيا ينضم إلينا من بغداد الأستاذ درغام الزايدي مدير وكالة المدائن الإخبارية العراقية. أستاذ درغام، ما الذي تبقى حتى تحكم القوات العراقية سيطرتها على الكركوك؟ تحية لك والمشاهدين الكرام. نعم سيدي، الحويجة ليست بالهند وليست بالأمر السهل. كما الساحل الأيمن في الموصل كان محاط وبعناصر داعش وبالسيارات المفخخة، أيضا الحويجة تمركز فيها داعش لمدة ليست بقليلة وليست بهينة. نعم. أيضا القضاء يتسم بديموغرافية زراعية، أراضي زراعية وبساتين، وأيضا هناك أحياء كانت مرتع للقاعدة والآن أصبح ولائها التام لداعش. إذن المعركة ليست بهينة وليست ببسط سيطرة القوات العراقية سهل على هذه المدينة إن لم تكن هناك شراكة بين الجيوش المتنازعة المتحاربة التي هي البيشمركة والحشد الشعبي والجيش العراقي. أستاذ الغام، حضرتك تتحدث فيما هو آت في هذه الجزئية تحديدا، ماذا عما مضى؟ كيف يتم التعامل مع تركة تنظيم داعش فيما مضى في قضاء تل عفر في الموصل فيما تم تحريره من هذه الأماكن، بين القوات العراقية الحكومية وبين ميليشيا الحشد الشعبي بين قوات البيشمركة؟ كيف يتم التعامل على تركة التنظيم في هذه المناطق؟ للأسف الحكومة المركزية ليس لها سيطرة على هذه القوات، لا ميليشيا البيشمركة ولا ميليشيا الحشد الشعبي، فهناك تنازع على الأراضي، ولكن هناك نار تحت الهشيم. لا سامح الله إن بدأت النزاعات أو إن بدأ استفتاء إقليم كردستان ستكون هناك معارك طاحنة في كردستان، تدخل حتى في كردستان، لكن في الموصل وفي الحويجة وبعض مناطق صلاح الدين وديالة ستكون هناك معارك طاحنة بين من يوالي لإيران ويقول أن هذه الأرض إيرانية، وبين من يوالي مسعود يقول هذه الأراضي كردية، وهناك تفرج أمريكي تام على هذه المهزلة أو المسرحية. لكن حقيقة ما جرى ربما يرد على ذلك بأن هناك تنسيقا رفيع المستوى يتم، وعلى مدى أيام المعارك لم تكن هناك أزمات حقيقية بين هذه القوات التي بدت في شكل من أشكال الألفة عند استرداد هذه المناطق. نعم، لأن هناك أوامر أمريكية بأن يركزوا على المعارك ويتركوا الخلافات إلى ما بعد التحرير، يترك لهم المجال للخلافات. إذن السيطرة الأمريكية تامة في الفوضى وفي التنظيم. المناطق التي تحرر أو هي أقرب لأن تحرر حسب ما نتابع من أنباء، فإن بعض العناصر أو بعض فلول هذا التنظيم يفرون من هذه المناطق، كيف يتم التعامل مع المناطق التي يذهبون إليها أو إلى الملاذات سواء كانت على الحدود السورية أو في الداخل العراقي؟ سيد الكريم، للأسف هم لا يفرون وإنما ينقلون. هناك أوامر أمريكية، ورأينا حسن نصر الله وحزبه
وايضا ميليشيا العصائب وبعض الميليشيات الاخرى تنقل هؤلاء المرتزقه وبعض البيشمركه. ايضا هناك اوامر للبيشمركه ان تفتح المجال، فتحت المجال من الحويجه الى عوائل داعش وبعض الدواعش ان يخرجوا المصابين خصوصا منهم يخرجوا من الحويجه باتجاه اقليم كردستان. اذا المؤامره كبرى والراعي واحد لا يتعامل معه. كيف يمكن ان يسمح لهؤلاء بالذهاب الى داخل اقليم كردستان بينما قوات او ميليشيا البيشمركه هي منخرطه في عمليه القتال اصلا؟ اساسا هي منخرطه لكن لا تريد الصدام مع داعش. سياسه ميليشيا البيشمركه التي تتبع مسعود البرزاني هي سياسه التفرج والاستحواذ على النصر فيما بعد. هناك معارك كبيرة لم تدخل بها ميليشيا البيشمركة وأخذت بعد أن هلكت القوات العراقية أو ميليشيا الحشد الشعبي هلكت في المعارك أتت للمساندة بحجة المساندة واستحوذت على أراضي. إذا هي تحب دماءها وتحب التفرج وأخذ الكعكة دون تعب أو جهد. أستاذ الغام، حقيقة ما جرى هل يعطي أفضلية للقوات العراقية للجيش العراقي بأنه يستطيع الآن أن يكون جيشا نظاميا معتبرا بعدما جرى فيه وناله ما ناله ما بعد الغزو الأمريكي، ولا المسألة ربما تكون في صالح ميليشيا الحشد الشعبي باعتباره قد يتمدد حتى إلى داخل الجيش العراقي؟ سيد الكريم، هو التمدد موجود وهناك أفواج وألوية كاملة يحكمها مستشار إيراني وهناك عليها قادة يأتمرون بأمر الولي الفقيه في إيران، لا يأتمرون بأمر الحكومة العراقية. والمقصود هو تدمير الجيش العراقي. حينما دخلت أمريكا دمرت هذا الجيش القوي العرمرم واخترعت شيء اسمه سنة وشيعة في مفاصل الجيش العراقي ومحسوبية ودمج الدمج، يعني أنهم ميليشيات دون رتب وأعطاهم رتب ودمجهم في الجيش العراقي. الجيش العراقي لن تقوم له قائمة إن لم يأتي بجيش نظامي على أساس الوطنية والمهنية. شكرا جزيلا لك درغام الزيدي، مدير وكالة المدائن الإخبارية بالعراق منضما إلينا عبر الهاتف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها المشاركة بمجموعة من خبراء إزالة الألغام والمفخخات في تطهير الأحياء التي تمت استعادتها من إرهابي داعش في دير الزور. وأفادت الوزارة أنها نقلت 40 خبيرا من المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات الروسية بواسطة طائرات نقل عسكرية إلى مطار حميميم، إضافة إلى 7 وحدات من المعدات الخاصة ومجموعة من الخبراء مع كلاب مدربة على كشف الألغام، واضحة أنها ستعزز مساهمتها في تفكيك الألغام في سوريا عبر إرسال 175 خبيرا من المركز الدولي للمكافحة. في سوريا تتغير المعطيات على الأرض لصالح الجيش. بعد السيطرة على كامل محافظة حمص تنطلق القوات السورية من محور السخنة لاستعادة محافظة دير الزور الغنية بالنفط. تفاصيل أكثر عن مناطق نفوذ كل البؤر المتصارعة هناك ما بين الجيش السوري والمعارضة والأكراد وأخيرا ما يعرف بتنظيم داعش في سياق هذا العرض. أهلا بكم مشاهدينا. أم المعارك في سوريا تدور رحاها على مسرح مدينة دير الزور، وقد نجحت القوات السورية مؤخرا في كسر الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على المطار العسكري وعدد كبير من الأحياء المجاورة منها. ولكن بعد كل هذا التقدم على الأرض، كيف يبدو الوضع الميداني حاليا؟ ولنبدأ من الجيش السوري، حيث تمكنت قواته في الأشهر الأخيرة من توسيع نفوذه واستعادة السيطرة على معظم الأراضي السورية المسلوبة. فبعد أن نجح في تأمين العاصمة دمشق بالكامل بالسيطرة على ريفها ودخول اتفاق خفض التصعيد حيز التنفيذ، سيطر الجيش السوري على كامل محافظة حمص التي تضم مدينة تادمر الأثرية، وتمكن من توسيع نفوذه على الحدود العراقية شرقا بعد معارك شرسة ضد عناصر داعش وفي غرب سوريا. بسط الجيش السوري سيطرته ونفوذه على مدن الساحل منذ بداية الأزمة، وباتت مدينة اللاذقية ومدينة طرطوس بعيدة نسبيا عن هذا الصراع.
وأمام انتصارات الجيش السوري انحسر نفوذ داعش كثيرا وانسحب من معظم المناطق السورية التي كان يسيطر عليها في المناطق الشمالية بداية من كوباني وحتى مدينة تدمر، وباتت مناطق انتشار عناصر لا تتعدى حدود محافظة دير الزور التي تشهد حاليا معارك وصلت إلى ضفة نهر الفرات من الجنوب والمنطقة الصناعية التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية من الشمال. تنظيم داعش يسيطر أيضا على بعض المناطق في محافظة الرقة لأنه خسرها في معظم المناطق أو النقاط الاستراتيجية ومنها المدينة القديمة. وفي المجمل فإن معظم المناطق التي يسيطر عليها داعش هي مناطق صحراوية تسمى البادية السورية وتمتد حتى الحدود العراقية. ثالث مناطق النفوذ هي المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الكردية والتي تمتد من القامشلي شرقا وحتى عرفين في الغرب ومن مدينة كوباني في الشمال حتى حدود الرقة في الجنوب. وتحظى قوات سوريا الديمقراطية المنتشرة في المناطق بدعم أمريكي واسع ولا يوجد تنسيق لهذه القوات في عملياتها العسكرية مع الجيش السوري، وحتى الآن لم يقع أي صدام بينهما. أخيرا مناطق المعارضة المسلحة والتي تتمركز في محافظة إدلب وانتقل إليها معظم عناصر الجماعات المسلحة وأسرهم ضمن اتفاق التهدئة، كذلك لا تزال هناك بعض المناطق التي تقع في ريفي حلب وحماة تقع تحت سيطرة المعارضة. ومن ضمن المواقع الاستراتيجية التي تسيطر عليها المعارضة منطقة معرة النعمان ومنطقة خان شيخون. إذن بوصول القوات السورية إلى دير الزور وفك حصارها نستطيع القول إن عملية من البحر إلى النهر التي أطلقها الجيش السوري تسير على ما يرام، وبالتأكيد بعد دير الزور الورقة الرابحة لن يكون الوضع كما قبلها، وفي كل الأحوال تكون سوريا في المرحلة المقبلة أمام تطورات مهمة يلعب فيها عاملا الزمن والمكان أكثر لمصلحة سوريا وحلفائها. رفضت ميانمار وقف إطلاق نار الذي أعلنته مجموعة من المقاومة الروهينجية بهدف الوصول أو السماح بوصول مساعدات للنازحين في ولاية راخين التي يجتاحها العنف، وقالت الحكومة إنها لا تتفاوض مع من وصفتهم بالإرهابيين. أظهر أحدث تقييم للأمم المتحدة أن نحو 294 ألفا منهم مرضى أو مصابون وصلوا خلال 15 يوما فقط منذ اندلاع الأزمة. وتقول ميانمار إن قواتها الأمنية تقوم بعمليات تطهير لهزيمة جيش إنقاذ روهينجا في أراكان والذي أعلنته الحكومة جماعة إرهابية، بينما يقول مراقب حقوق الإنسان وروهينجا الفارونا إن الجيش وبوذيين في ولاية راخين كثفوا حملة إحراق متعمد تهدف طرد روهينجا الذين يصل عددهم إلى نحو 1.1 مليون شخص. يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الأخيرة، وتحتاج الموافقة على مشروع القرار إلى 9 أصوات مع عدم استخدام أي من الدول صاحبة حق النقد الفيتو حقها في استخدامه. حذرت كوريا الشمالية من أنها ستلحق بالولايات المتحدة أكبر الألم والمعاناة في حال أصرت واشنطن على فرض عقوبات جديدة عليها في مجلس الأمن الدولي. وأجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية 6 قبل أسبوع، وقالت إنها اختبرت إطلاق قنبلة هيدروجينية يمكن تركيبها على صاروخ، ما أثار إدانات دولية ودعوات لمزيد من الإجراءات لإجبارها على وضع حد للأزمة الخطيرة. توقع المركز الأمريكي للأعاصير ضعف الإعصار إيرما وتحوله إلى عاصفة مدارية فوق ولاية فلوريدا وجنوب جورجيا اليوم. وأشار المركز إلى تراجع شدة الإعصار من الدرجة الرابعة إلى الثانية لتبلغ سرعة الرياح المصاحبة له نحو 80 كيلو مترا في الساعة. وبحسب شركات كهرباء محلية تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن نحو 4 ملايين منزل وشركة في فلوريدا. ولفتت الشركات إلى أن الإعصار لا يزال يهدد ملايين آخرين مع تحركه صوب الساحل الغربي للولاية، وأضافت أن استعادة الكهرباء بالكامل قد تستغرق أسابيع.
قدرت شركة أمريكية خاصة بالأرصاد الجوية تكلفة الإعصاريين إرما وهارفي ب 290 مليار دولار، أي ما نسبته 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة. وضعت الشركة لائحة بالنفقات التي تسبب هذه الكلفة، وشملت توقف نشاط الشركات وارتفاع البطالة وتضرر البنية التحتية وزيادة أسعار المحروقات. واعتبرت شركة أن خسائر الإعصاريين ستلغي النمو الاقتصادي المتوقع في الفترة بين منتصف أغسطس ونهاية العام. تحل اليوم الذكرى 16 لأحداث 11 من سبتمبر، والتي راح ضحيتها أكثر من 3000. شكلت أحداث 11 من سبتمبر 2001 نقطة تحول كبيرة في تاريخ الولايات المتحدة، سواء من ناحية سياستها الداخلية أو الخارجية، حيث أصبح الحرب على الإرهاب المحور الرئيسي في علاقات واشنطن الدولية، حتى بات المراقبون يتحدثون عن عالم ما قبل وما بعد 11 من سبتمبر. واشنطن استغلت تلك الأحداث في فرض سيطرتها خاصة على منطقة الشرق الأوسط وغيرها تحت غطاء محاربة الإرهاب، فمن اللحظة الأولى نظمت حملة عسكرية موسعة على أفغانستان معقل تنظيم القاعدة الرئيسي، ثم قامت بغزو العراق بزعم امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل. الحرب على الإرهاب غيرت وضع الكثير من دول العالم، خاصة دول الربيع العربي الذي استغلته الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية لتلك البلدان وتغيير خريطتها الطوبوغرافية وطمس معالمها الأصلية لإضعافها والسيطرة عليها. فبعد أحداث 11 من سبتمبر تحولت الاستراتيجية الأمريكية نحو إعطاء أولوية للحرب على الإرهاب وتبني سياسة الضربات الوقائية لظهور تهديدات من جانب مجموعات مسلحة، والعمل على توسيع دائرة الحرب لتشمل دول أخرى غير أفغانستان، مع السعي لتشكيل تحالفات عسكرية متعددة الأطراف. وفي الوقت نفسه احتفظت السياسة الأمريكية لنفسها بحق استخدام الأسلحة النووية بشكل محدود ضد الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة مارقة وتهدد السلم العالمي بامتلاكها لأسلحة الدمار الشامل مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية. وقد قادت هذه السياسة إلى وجود مفهوم جديد للأمن، فهل الأمن مرتبط بأمن الحدود أم أمن المصالح الأمريكية؟ في الذكرى 16 لهجمات 11 من سبتمبر، تجددت الاتهامات الأمريكية للنظام القطري بالضلوع في تمويل وإسناد العقل المدبر للهجمات منذ التسعينيات. في 11 من سبتمبر من كل عام يستفيق الأمريكيون على أجراس الكنائس مستذكرين الفاجعة الكبرى التي تسبب بها أكبر حادث إرهابي تتعرض له الولايات المتحدة منذ تأسيسها. الألم الأمريكي الكبير الذي سكن ذاكرة الملايين وظل كابوسا يؤرق أمنهم كان نتيجة طعنة قطرية ماكرة. مسؤولون أمريكيون خلال حقبة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أكدوا تورط مؤسسات قطرية خيرية منذ بداية التسعينيات في دعم وإيواء المتهمين بارتكاب هجمات 11 من سبتمبر. وسائل إعلام بريطانية أكدت علاقة قطر بالعقل المدبر لهجمات 11 من سبتمبر خالد شيخ محمد المنتمي لتنظيمي الإخوان والقاعدة، مشيرة إلى أن المخابرات الأمريكية حاولت اعتقاله في الدوحة عام 1996، إلا أن الدوحة ماطلت في تسليمه، وتدخل وزير الداخلية القطري الأسبق ومنحه جواز سفر قطري لتهريبه خارج البلاد، ما مكنه من مواصلة العمل على مخطط هجمات برج التجارة العالمي. عملت في الحكومة الأمريكية خلال ولايتين، وعندما أراد مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على إرهابي معروف وموجود في قطر،
فإنه اختفى وهو في ضيافة الحكومة القطرية، وتم منحه وظيفة حكومية من قبل وزير قطري. الإعلام القطري وبحسب محللين كان خير دليل لإثبات علاقة النظام القطري بقيادات القاعدة عبر حصرية ظهورهم على شاشة الجزيرة، ليؤكد الجميع أن أي جهد أو خبرة إعلامية لم تكن لتصل إلى العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر دونما خيط من التواصل بين القاعدة وقطر. ضلوع النظام القطري في أحداث 11 سبتمبر كان سبباً في أن تستعر السياسة الأمريكية تجاه العرب والمسلمين على مدار أعوام خلت، ليدفع الملايين ثمن دموية وأطماع نظام سياسي أحمق اتخذ من الإرهابيين آلة للوصول إلى أطماعه. عودة بكم مشاهدينا إلى الجلسة الافتتاحية للمنتدى 23 لرابطة مراكز حفظ السلام الذي افتتحه وزير الخارجية سامح شكري، حيث ينضم إلينا من مقر المؤتمر مفدى أونلايف عمر نور الدين. عمر أهلا بك والمزيد معك. شيماء، يعني لعل الجلسة الافتتاحية ابتعد قبل قليل، الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري ألقى بيانه الافتتاحي أكد فيه على أهمية هذا المركز وهذه الرابطة، مركز القاهرة الدولي لدعم أو تدريب قوات حفظ السلام، وهو المركز الذي تحول من إقليميا إلى دولي بقرار وزاري قبل سنوات قليلة، وبعد ذلك استطاع أن ينضم إلى الرابطة الدولية لمراكز تدريب قوات حفظ السلام، وهذه السنة هي السنة 23 على التوالي لعقد منذ 1995 و1900 وهي المرة الأولى التي تعقد فيه هذه الجلسة في أو هذا المؤتمر في دولة عربية، والرابع مرة تعقد في دولة إفريقية، ولكن كما قلنا هي المرة الأولى عربيا والثانية منذ 2008، لأن آخر مرة عقدت في إفريقيا كانت في 2008. دور مصر اليوم لعله في مجلس الأمن، عضوية مجلس الأمن العضوية غير الدائمة التي بدأت في 2017 وتنتهي في نهاية 2018، وقبلها عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، هذان دوران إلى جانب عضويتها في لجنة حفظ السلام بالأمن العام للأمم المتحدة. مصر تتخول مركزا متقدما في عدد الخبراء العسكريين، هي ثالث دولة في العالم بدعم الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام في 16 دولة، 16 نزاعا أو دولة خرجت من نزاع ولازالت تحتاج إلى قوات للفصل بين القوات المتصارعة. مصر هي ثالث دولة في العالم بتقديم خبراء عسكريين، هي خامس دولة في تقديم قوات شرطية، وهي الدولة السابعة من ناحية تقديم قوات عسكرية. لعل الجانب الآخر هو جانب الميزانية، الدول المتقدمة دائما كما نعرف الولايات المتحدة والدول الكبرى هي من تتزعم دائما مسألة التمويل، لكن مصر تأتي في دور حفظ السلام. النقطة المهمة هنا والأخيرة في هذا الشطر الأول مسألة أهمية هذا المؤتمر، ماذا يفعلون هنا؟ الموضوعات هنا تنقسم بين عامة وشديدة التفصيل. العامة هي مسألة حفظ السلام، يعني الجلسة الأولى التي ستعقد بعد قليل بعد الكلمات الافتتاحية سوف يتحدثون فيها عن تحديات حفظ السلام في مناطق تواجد هذه القوات في 16 منطقة في كافة، يعني في 4 قارات الآن ما عدا أمريكا الشمالية وأستراليا، وتحديات هذه القوات نتابع من حين لآخر في إفريقيا دائما على رأس المناطق التي هي فيها أساسا يعني أغلبية القوات حفظ السلام، أيضا في آسيا بعض المناطق كيف يمكن للقوات أن تحافظ على نفسها، أزمة جنوب السودان وأزمة دارفور من قبلها، أزمات كثيرة حدثت. يعني عدد كبير من القضايا عمر على رأس هذا المؤتمر عن هذه الأمور، وأخيرا التفاصيل. نعم شكرا جزيلا لك عمر نور الدين مراسل أونلايف، شكرا لك.
مشاهدينا نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعض الفاصل. الوطنية للصحافة ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش وتؤكد أنه يهدف لابتزاز مصر سياسيا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. أهلا بحضراتكم، عودة إلى الشأن المحلي من جديد. عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا طارئا للرد على التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث أكد رئيس الهيئة كرم جبر أن المنظمة تهدف لابتزاز مصر سياسيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنها تنفذ أجندات خارجية وتروج للأفكار الإرهابية. بنتبنى من هذا المكان دعوة، نتمنى أن تستجيب لها الجهات الرسمية في وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لوسائل الإعلام ولجان حقوق الإنسان وللصحافة المصرية والأجنبية لأماكن معينة في السجون، لأن اعتقدنا وإيماننا في الهيئة الوطنية للصحافة أن الدولة المصرية ليس لديها شيئا تخفيه، وأن هذه المعلومات اللي تم ذكرها عن وقائع التعذيبات هي معلومات الهدف منها الابتزاز السياسي لمصر في هذا التوقيت الراهن. احنا بنلفت النظر ان في الوقت اللي منظمة هيومن رايتس بتدافع عن حقوق القتلة والارهابيين لم تصدر تقريرا واحدا او كلمة واحدة للدفاع عن حقوق الضحايا، الشهداء اللي بيستشهدوا في الحرب ضد الارهاب سواء في سيناء او في مختلف المدن المصرية، لم تصدر المنظمة تقرير واحد عنهم. فهنا لازم برضو الرأي العام العالمي يبقى عارف ان هذه المنظمة بتروج للفكر الارهابي، وراها ضغوط سياسية بتنفذ اجندات سياسية والهدف منها اجندة لتصفية الحسابات. في لقاء خاص مع اون لايف اكد عالم الاثار زاهي حواس ان العلاقات المصرية الايطالية تتمتع بقوة واضحة ثقافيا قبل ان تكون سياسية، واضاف خلال احتفالية توقيع مسرحية اللوتس والبردي بالمتحف الاسلامي بمكتبة الاسكندرية ان هناك تبادلا للخبرات بين البلدين خصوصا في مجال الاثار. العلاقات قوية جدا، احنا بنشتغل في بعثات كتيرة جدا، بنشتغل في الاسكندرية، في الدلتا، في الأقصر، في أماكن كثيرة جدا، في جامعات كثيرة بتدرس الآثار المصرية، عندنا أكاديمية المصرية في روما بتقدم الثقافة هناك، وأنا من خلال محاضراتي بنعمل علاقات، يعني هناك علاقات قوية جدا. وأهم حاجة هو متانة الحب والقوة اللي موجودة بين العشق اللي داخل الشعب الإيطالي، لأنك لو قلت في إيطاليا كلمة الهرم، أبو الهول، توت عنخ آمون، المومياوات، بتلاقي الطفل الصغير كلام ده كله داخل قلبه بعشق وحب غير عادي. وبالتالي احنا عندنا سلاح قوي جدا مش قادرين نستعمله حتى الآن، وهو الفراعنة. مشاهدينا موعد الجولة الاقتصادية بعد قليل. استهلت البورصة المصرية نشاطها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها في جلسة التداول لهذا اليوم. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مقر البورصة المصرية مراسلتنا جرمين إبراهيم. جرمين، ماذا في التفاصيل؟ بالفعل أحمد، الارتفاع الجماعي يسيطر على مؤشرات البورصة اليوم في مستهل التعاملات. اللون الأخضر هو الذي يسيطر برغم استمرار الاتجاهات البيعية للمستثمرين العرب والمصريين مقابل اتجاهات شرائية للأجانب. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 46% في المئة مسجلا 13516 نقطة وبفارق 61 نقطة عن بداية التعاملات. نفس الأمر لمؤشر اي جي اكس 70 الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ارتفع بنسبة 1.37 في المئة مسجلا 704 نقاط وبفارق 9 نقاط عن بداية التعاملات. أيضا مؤشر اي جي اكس 100 ارتفع بنسبة 1% مسجلا 1589 نقطة وبفارق يصل ل 16 نقطة عن بداية التعاملات. إذا تحدثنا عن مستوى السيولة حتى الآن تجاوز 51 مليون جنيه بإجمالي عدد عمليات 1505 عمليات. تم التداول أيضا حتى الآن على 79 سهما، ارتفع 55 سهما وانخفض 7 أسهم وحافظ 17 سهما على ثباتهم. حتى الآن أنشط قطاعات البنوك يليها قطاع الكيماويات. كان هذا هو ملخص الأمر في بداية التعاملات. أعود إليك مرة أخرى.
سنعود إليك بطبيعة الحال في مزيد من التفاصيل على مدى الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك جرمين إبراهيم من مقر البورصة المصرية. من الاقتصاد الآن نتحول مع حضراتكم إلى جولة رياضية بعد قليل. افتتح فريق النادي الأهلي مشواره للحفاظ على لقب الدوري الممتاز بتعادل مثير مع ضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت على ملعب السلام بالجولة الأولى للمسابقة. سجل هدف طلائع الجيش عاصم صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة 36، وتعادل أحمد الشيخ للأهلي في الدقيقة 57، وشهدت المباراة إثارة وندية من الفريقين بجانب العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل واعتراضات بالجملة على أداء الحكم أحمد حمدي خاصة من جانب الجهاز الفني ولاعب النادي الأهلي. ويعد هذا هو التعادل الخامس في الجولة الأولى من الدوري الجديد والتي لم يتبقى منها سوى مباراة واحدة. نجح المصري في تحقيق الفوز بهدف نظيف على وادي دجلة في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن الأسبوع الأول من مباريات الدوري الممتاز. سجل أحمد جمعة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 من ركلة جزاء، وقاد مدرب وادي دجلة أحمد حسام فريقه من المدرجات لإيقافه نتيجة معاقبته عقب لقاء النادي الأهلي في كأس مصر، كما تعرض محمد شوقي مساعده للطرد قبل نهاية اللقاء لاعتراضه على حكم المباراة. قاد الغاني جون أنطاي فريق مصر المقصة وصيف الدوري الموسم الماضي لتعادل ثمين أمام الأسيوطي الوافد الجديد في الجولة الافتتاحية للمسابقة المحلية. سجل محمد طارق هدف التقدم لفريق الأسيوطي صاحب الأرض من ركلة ركنية دفعتها الرياح نحو المرمى مباشرة. وأدرك جون أنطاي التعادل لوصيف بطل الدوري الموسم الماضي قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. يذكر أن المباراة شهدت الظهور الأول للأسيوطي تحت قيادة علي ماهر، وكذلك للمقصة تحت قيادة مؤمن سليمان. هذا وتختتم اليوم الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز بمواجهة تجمع إمبي وسموحة في 7 مساء على ملعب بتروسبورت. ويسعى الفريق البترولي للظهور بشكل جيد في انطلاقة البطولة في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة طارق العشري لتقديم مستوى أفضل من الموسم الماضي الذي أنهاه إمبي في المركز 11 في جدول المسابقة. أما سموحة فيأمل في تحقيق نتيجة جيدة تمنحه دفعة معنوية هذا الموسم تحت قيادة التشيكي فرانس ستراكا. استعاد منتخب مصر توازنه سريعا وفاز على جنوب أفريقيا 70-51 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أفريقيا لكرة السلة في السنغال. وبدأ منتخب مصر المباراة بقوة وتقدم بهدفين مقابل 14 في الربع الأول، وأنهى الربع الثاني بنتيجة 26-16. واستمر منتخب الفراعنة في أفضليته رغم سعي منافسه لتعويض تأخره قبل أن يحسم المباراة بفارق 19 نقطة، ورفع منتخب مصر رصيده إلى 50 نقاط. بأنباء الرياضة إذا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام جولة أنباء العاشرة والتي لم يتبقى فيها سوى تذكرة بأهم عناوينها. رئيس الوزراء يشهد اليوم توقيع اتفاقية لتطوير 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر. القوات المسلحة تواصل مناوراتها مع القوتين الأكبر في العالم، النجم الساطع مع الولايات المتحدة وحماة الصداقة مع روسيا. تواصل الجسر الجوي لعودة ضيوف الرحمن، والوفيات بين الحجيج ترتفع إلى 82 حالة. إذن مشاهدينا نهاية هذه الخدمة. رأس الساعة يتجدد اللقاء بإذن الله.